الأستاذة عبير والدتها عايزة تاخد ميراثها الخاص بيها، والأخ أخوها اللي هو خال السائلة اللي بتسأل مانع إن الأم إن أخته تاخد الميراث الذي له، وحاطط ده في مقابل إيه؟ يعني لو عايزة تاخدي الميراث إذن ما تتكلميش معاه. الحقيقة إنه من يمنع، يعني منع الميراث عن مستحقيه دي مصيبة كبيرة، ومن يمنع الميراث عن مستحقيه آثم، وده بيعد من جملة أكل أموال الناس بالباطل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وبالتالي أنا ما يحط إنه أنا أكلمكم ولا تطلبي حقك، هو الذي يقطع صلة الرحم يا عبير، مش أنتوا. هي صلة الرحم صلة كلام ولا كمان أداء الحقوق؟ ما أنا لما أمنع صاحب الحق حقه قطعت الرحم، لأن جعلت هناك مشاكل وغصة في النفس. في ناس بتستحي تتكلم في الحق الذي له، هو كده بيقطع، لأنه بيعمل حالة من الاضطراب. لا، أمك تطلب الحق الذي لها، ولا مانع من رفع الأمر للقضاء للحصول على الحق، وتسأل برضو على أخوه. إحنا مش زيه، هو عايز يعني مش عايز يرد على سؤالنا، يبقى احنا برضو هنسأل ونستمر، لكن هذا حق ولازم يتقلوا ان اللي انت بتعمله ده مخالف لما امر الله سبحانه وتعالى به من اعطاء اصحاب الحقوق حقوقها. لما انا اجي بقى اتنازل عن حقي بمزاجي فاسقط حقي في شيء برضو بخاطري وليس اجبارا منك، لان ده مش حاجتك، ده انت مغتصب لهذا المال وكمان بتتلاعب بالأمر. لو هتاخدي تطلبي فلوسك وعايزاها يبقى ما فيش كلام، ما تتكلميش معي. لا، أنا مش هديكي حاجتك وأبقى بكلمك وأخوك، وده يبقى أخ، الأخ اللي هو عايز يأكل أموال الناس بالباطل. وأولى الناس أنه يعطيها حقها أقاربه، الأقارب، دائرة الأقارب، اللي كتير من الناس بتجني على حقوق بعض بسبب أن ده قريب يعني يتحملي، فأنا ما أكل حاجة من فلوسه، يعني ده أشد حرمة من الشخص العادي، لأنه بتجتمع في هذه المخالفة مخالفتان: قطع للصلة بسوء ما تصنع، وأكل ماله بالباطل، لأن القريب حقه حقين. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما حضنا على الصدقة جعلها في حق الفقير القريب ثنتان: صدقة وصلة، يعني اللي بيعملها يأخذ على هذا الأمر أجرين: أجر إنه بيدي الصدقة لقريب له فبيدي لمستحق، وهو قريب فهي صلة لذلك القريب، فبيعمل حاجتين في حاجة واحدة. كذلك من يغتصب مال أحد من أقاربه ولا سيما أخته فيأكل مالها بالباطل، الحرمة بتاعته حرمتان: حرمة أنها صلته، أخته، صلة رحمه، وفي نفس الوقت أكل لمالها بالباطل، فالذنب في هذا الأمر أكتر من ذنب. نسأل الله السلامة وأن يبصرنا قبل فوات الأوان.